هو جل وعلا لا يقاس بخلقه، وذلك لأنه عز وجل قد اتصف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال العلو، ولذا يفرق العقل بين العلو وبين السفل، فالسفل عند العقل صفة نقص، وأما صفة العلو فهي صفة كمال، ولذا لما اختلت تلك العقول قال بعضهم وهو بشر المريسي كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، فضاق قلبه وعقله عن إدراك إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل.